اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، ولما نقول سمك يعني سمع هوس. معنا البوري من خير مزارعنا، بنصدره لكل دول العالم. السمكه البوري الميه بتاعتها وجمالها في اللحم بتاعها الابيض. تعالوا نعملها مع بعض النهارده سنجاري، ولكن بمدرسه المغازه هنعمله ازاي؟ بالتاكيد بيختلف الاذواق، البعض بيحب الخلطه نيه، الخلطه مستويه فيها كرفس ما فيهاش كرفس، في حكايه في السمك السنجاري وخاصه عند المصريين، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا سمك فيليه شربياض، كلنا بنحب شوربه الصياديه، ولكن لما نعمل الصياديه ونعدل منها ونطور منها بتاعه الصياد اللي بيشربها على المركب بما انها شوربه الصياديه، هنعملها النهارده بالشوفان. اذا دعمناها بالشوفان ورقائق الشوفان والقيمه الغذائيه اللي موجوده في الشوفان اللي بتدعم وظائف الجسم. معانا النهارده كمان نوع من انواع البطاطس لطيف وجميل، كلنا بناكل بطاطس مقليه مشويه مع اكل السمك، ولكن لما ناكلها النهارده بوري بالتونه اكيد دعمناها باوميجا 3 وفيتامينات عاليه جدا، وخاصه الاطفال اللي هي مهووسه بالبطاطس وبتحب البطاطس سواء مقليه او مشويه، هناكلها لهم النهارده مع اوميجا 3، يعني اكلناهم سمك بطريقه غير مباشره. مش عايز اطول على حضراتكم لان في التفاصيل في الحلقه كتير وفيها شغل بجد، وفيها كمان اكله سمك النهارده فلازم نعملها بمزاج. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اهو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي اكله سمك نهتم بيها سواء كانت غاليه فيها جمبري ما فيهاش جمبري. اكله السمك نحب نعملها بمزاج لان هي اكله بتتاكل مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وبتبقى اكله عزيزه وحلوه. البوري طبعا بنعمله مشوي رده، بنعمله سنجاري، بنعمله زيت وليمون، بنعمله صينيه بالطماطم، بنعمله صينيه بالبطاطس، حاجات كتيره قوي، بس السنجاري لوحده حكايه. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشه. بوري اربع حبات، الحبه تعمل 500 او 600 جرام، حلوه قوي ده الوزن، ده كويس في السمكيه من 500 ل 600 جرام، ده الوزن المناسب لحبايه السمك عشان نعملها سنجاري تبقى ملحمه. المقادير على الشاشه نقدر نصورها بالتليفون او نكتبها ورايا مباشره. ومعانا طبعا كزبره، ومعانا كرفس، معانا هريسه حلوه، ومعانا صوص طماطم، ومعانا ملح وفلفل مكعبين من الزبده، تعالوا شويه حب، دول مهمين جدا، توابلنا ملح وفلفل وكزبره. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام. اول حاجه هعملها هعمل التخديعه بتاعه الصياديه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تسبيكه من الاخر يعني، انا شخصيا بحب التسبيكه تبقى مستويه، ما بحبش ان الخلطه اللي تبقى جوه السمكه فيها ريحه البصل. خلي بالكم، هنقلب البصلايه دي مع شويه زيت وزبده على النار لغايه لما تحمر شويه، دي مهمه جدا على فكره. بصلايه نيه في قلب السنجاري بتفصل الطعم بتاع السمك، خلي بالك. هننزل بالبصلايه دي كده شويه بصل محترمين زي دول كده. معانا تكتبي ورايا يا ست الكل، حلوه قوي لان عارف احنا المصريين نحب السنجاري. ادي توم طازه، بلاش التوم الباودر في الاسماك من فضلك الا اذا كان في الكريسبي مفيش مشكله. الحاجات المقليه زبده، نقلب دول كلهم مع بعض كده ونسيبهم يعيشوا مع بعض شويه. عينك هتدمع من ريحه البصل، وعينك غاليه علينا يا ست الكل يا امي. نحط شويه بهارات حلوين، البهارات ايه بتاعتنا يا عم الشيف؟ بدايه من الزعتر، الكمون، كزبره، دول حبايب السمك على فكره، شويه بابريكا حلوين. هنحط الزعتر عشان عينينا بالشكل ده كده، شويه بابريكا حلوين، شويه كمون محترمين، سنه كاري صغيره او كركم بتدي لون للخلطه بتاعه السي فود، فلفل اسود، حلو الكلام، شويه شمر ناعمين. ما هو الشمر في مدرسه المطبخ يا مغازي؟ الشمر اللي هو الشبت او بذور الشبت المطحونه ناعم. نقلب كده اهو، بصلايه كده خدت لونها ونسيبها على النار ننساها شويه، ما تستعجليش عليها لان دي لو اتحطت نيه في بطن السمكه هتقلب لك طعم السمكه، وانا مش عايز اهرب من طعم السمكه استطعمها اذا كانت قاروص اذا كانت بوري.
دي مهمة جدا على فكرة. الملح أخباره إيه؟ على الخلطة أو الكشنة أو التسبيكة، المسميات بتاعتها بقى عشان حبايبنا اللي بيتابعونا في كل دول العالم، الكشنة أو الخلطة أو التتبيلة أو التسبيكة تسبك، هنعمل مرينيه للسمك البوري قبل ما نحط عليه الخلطة وندخله الفرن يتشمع. الله عليك يا شيف، دي معلقة فلفلة حلوة آه. واسيبها على النار شوية، دي فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء. حلو الكلام، حلو الكلام. احط للأمانة كمان معلقة سكر صغيرة كده بأطراف صوابع ايدي كده، مش كتير يعني. ليه السكر يا عم الشيف؟ عشان الحموضة بتاعت الصلصة. واسيبهم على النار شوية. عندي هنا بوكيه جرني جاهز على النار، مية بتغلي. دي معايا دايما في المطبخ بتاعي لما كنت بعمل أكلات يعني، رز، كبسة، أسماك وهكذا. بحط هنا الكرفس والبصل والثوم والجزر، كله يغلي على النار. عندك شوية قشر جمبري حطيهم ما تخافيش، عندك روس سمك، ديول سمك حطيها ما تخافيش، وهكذا. بناخد منها شقشاء مية حلو كده، شفت الحلاوة دي كده اهو. المفروض انها سيبها تغلي شوية، خلي بالك يعني، تسيبها تغلي نص ساعة كده لغاية لما ناخد الطعم ده كله. خليك انت احسن مني، هناخد شوية كده ايه شوربة من دي. الله عليك يا عم الشيف، ونسيب دي كده على النار. نعمل المرينيه بتاعنا، تومة ناعمة، الله عليك، معلقة فلفلة حلوة، شوية زعتر، شوية الملح التمام، العصرة الليمونة الحلوة، حلو، توم، فلفلة، عصرة ليمون حلوة، شوية زيت زيتون عشان السمكة تبقى طرية ولحمها طري زي الفل، شوية الكمون وشوية الكزبرة والبابريكا. ده المرينيه بتاع تتبيلة السمك علشان ندخله الفرن يتشمع معانا بالشكل ده كده. هنوزعه بمعلقة صغيرة كده على لحم السمكة أو بالفرشاة زي ما أنت عايز. ده المرينيه بتاعنا جاهز اهو، يبقى سايل بالشكل ده كده اه. ممكن على فكره نعمل حاجه لطيفه، تحط معلقتين من الزبده، ده اختياري بقى، تحط معلقتين زبده من هذا الخليط. احنا ممكن نحط الزبده على لحم السمكه عادي. هنجيب الصينيه بتاعتنا من الفرن، حطينا بتسخن، اللهم صل على النبي. تعالي يا صينيه ايه تمام. بنجيب ورق زبده، فين ورق الزبدة؟ معانا ورق الزبدة. اوعى تحط ورق فويل مباشرة على السمك، مادة الصدى اللي موجودة في الألمونيوم مش لطيفة خالص، بتتنقل من ورقة الفويل على اللحم أو على الفيلات أو على الأكل بتاعك نتيجة تعرضها للبخار ودرجة الحرارة. بسيب الورقة كده عشان هندخل الصينية دي في الفرن لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. بترسم لوحة فنية يا عم الشيف. السمكة بتاعتنا زي ما هي كده، بنحطها هنا كده، ونفس القصة السمكة بتتفتح من ظهرها على فكرة اه، خلي بالك. شفت السمكية البوري اهي. طبعا ده جاهز معانا عشان الوقت النظافة بياخد وقت. بنعمل ايه يا عم الشيف في السمك؟ اساتذة المصورين حبايبي والاخراج الجميل اه، البوري خير مزارعنا الجميل الحلو، بوري من خير ده مش موجود. سمكه البوري والبولتي دي مش موجوده غير عندنا في مصر وبس اه. بنشيل الصدف بتاعها ده اساسي، ونحتفظ بالجلده دي تحمي السمك وفيها دهون اوميجا 3 ما بين الجلده واللحم. بنفتح السمكه من ظهرها، اول ما بنفتحها من ظهرها ونيجي عند الراس برضو بنفتحها من ظهرها، بتشوف الحمار والحلاوه. بننظف السمكه هنا من كل ده، عند بنحتفظ بالشوكه اللي موجوده دي علشان بتدي عزم وشخصيه للسمكه. ما تشيلهاش دلوقتي، عايزه تشيليها بعد كده مفيش مشكله. ارص السمك ده كده، دي هتشيل ثلاثه بس بصراحه اه، ثلاثه كفايه قوي زي الفل تمام اه. ناخد المرينيه بتاعنا،
نوزع كده. شفت الجو ده كده بقى اهو، وندخلها الفرن. انسل الزفاره مكان بينا. هتعملي البولت سنجاري نفس الطريقه، هتعملي القاروص سنجاري نفس الطريقه، هتعملي الهامور سنجاري نفس الطريقه، هتعملي اللوت سنجاري نفس الطريقه. لا لا، الدنيس ما تعملش سنجاري يا باشا. الدنيسه دي سمكه عزيزه، هي والزبيدي حبايبنا في الخليج. سمك الزبيدي اتعمل مشوي زبده وليمون او مقلي حكايه، اتعمل مع الرز مشغول، اتعمل كبسه، اتعمل مندي، اتعمل مشغول او برياني بالزبيدي حكايه. اه شفت السمكه خدت لون حلو ازاي، تتاكل وهي نيه. جيز معايا هنا علشان في تفاصيل لازم نعرفها. الصينيه ما خدتش غير ثلاثه، بيقول لي لازم تعمل الرابعه، ما فيش مكان، اعمل ايه؟ اهو انا عايز اعملها والله عشان اتغدى بيها. هاخد شويه الصلصه اللي معايا دول احطهم على الخلطه دي كده اهو زي الفل. تمام يا عم الشيف، هناخد السمك ده كده زي ما هو وهندخله الفرن. اللهم صل على النبي. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ اه بالشكل ده كده اللي انت عملته. عود نعناع حلو عشان ست الكل لما ناكل التوم ده مفيش ريحه توم تيجي بقنا. وهنحطها على شبكه الفرن تقريبا. عينيا اهي زي الفل. شوف الحلاوه دي كده مكانها فين اهي. بص الحلاوه هنا، بص على الجمال والحلاوه. شوف اللوحه الفنيه المرسومه دي اهي زي الفل اهي. يلا هنسيبها تاخد تشميعه وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ومش هطول عليكم عشان في تفاصيل كتيره النهارده لاكله سمك. وخليها سمك النهارده، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نعمل سمك بوري سنجاري النهارده، كلنا احنا شطار فيه المصريين. وعايز اشهد شهاده للامانه، يعني بجد احنا المصريين اشطر حد يعمل سمك في العالم سبحان الله. ايوه بقى في الكفته والكباب لها ناسها، ممكن بتختلف من بلد لبلد عشان نتكلم، انما الاسماك بالذات ده ملعبنا احنا المصريين. اه عندنا مزارعنا وعندنا انتاجنا وعندنا حاجه زي الفل. وسمكة البوري بالذات سمكة عزيزة حلوة. ايه المشكلة لما اعملها سنجاري بخلطة كده وعلى طريقة الشيف المغازي؟ اهو طماطم مقطعها كريهات صغيرة، سيبكم من مصطلحات الكريهات ديت، يعني مكعبات صغيرة ناعمة اهي بالسكينة كده. طماطم طازة، ملاحظة ان انا ما حطيتش اي معجون طماطم خالص. السمكة ما ينفعش ان احنا يعني طعمها نيجي جنبها، سمكة طعمها لطيف وجميل، فقللي من البهارات، قللي من الزحمة بتاعت الحاجة اللي ممكن تغير طعم السمكة. شفت انا عملت مارينيه لطيف، في عصير الليمون، في التوم، في معلقه فلفله حلوه، في شويه بهارات من الكمون والكزبره اهو. ما حطيتش بقى حبهان، حبهان مع كبسه الزبيدي او كبسه الهامور. ما حطيتش هيل، ما هو الهيل الحبهان يا مغازي. ما حطيتش قرنفل مع الكبسه وهكذا اهو. ده فلفل اتقطع بالشكل ده كده، وده كمان معانا. زي الفل. شوية الحلوين دولت خضار لازم يبقى حي كده. بننزل على الخبرة الطهوية اللي موجودة هنا. شوف الحلاوة، شوف الحلاوة، شوف الجمال. السبكت ولا ما سبكتش؟ هي دي الكشنة اهي اهي، شامم ريحتها اهي اهي اهي. الله، نشفت ميتها، البصلاية اتكرملت معايا، الريحة مش قادر اقاوم. بناخد شوية شوربة حلوين من دول هنا اهو. الله، هو ده. وناخد الخليط بتاعنا ده كده يا مغازي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. اه اه كل ده نقلب دول كلهم مع بعض. الله، دي خلطة السنجاري يا شيف، انت عامل اكلة بقى، طبخة دي. اه ما هي الطبخة دي يا ست الكل، عايزة شوية رز صيادية، وعايزة السمك السنجاري ده، وقلب الصغير لا يتحمل. اه شفت الخلطة دي اهي السبكة ازاي؟ طبعا مش هستنى على الطماطم ان هي تدوب، انا عايز الطماطم تبقى حيه في قلب السمكه. خلي بالك ده مهم جدا، طماطيه الطماطمايه او مكعبات الطماطم اللي انا حاططها دي لما تبقى حيه في قلب السمكه لها طعم. اشتغل تاني بقى، اعمل ايه؟ اخد الخضره بتاعتي، كزبره، كرفس، اوت شبت واحد بس، ما تكترش من الشبت ده.
هيسرق لك الطعم ويضيع مجهودك كله. هتقلب على محشي، نشيل العروق دي مش عايزها، خلي بالك ده مهم جدا. وناخد كده الحاجات ديت بالسكينه كده، فرمه دي كده، والخضره تتغسل يا امي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب. الخضره تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. هناخد ده كله في قلب الخلطه كده ونقلب دول مع بعض. الله ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. نعم يا غالي، بيقول لي انا شايف فيه حاجه حمراء، ده قرن فلفل كده حاطه هجرنش بيه السمكايه، سايبه كده ايه يستوي مع الخلطه عشان ما يبقاش ني في قلب بطن السمكه. قرن الفلفل ده ممكن يكون اخضر، ممكن هلامينه اللي زي ده موجود ده معاه كده اهو، لهاليبه ده اهو. شوف ده هدا مهم، هنسيبها كده وتعالوا نطلع السمك بتاعنا من النار. شويه غلبه بس هناكل سمك بطعم تاني. السمكه اتشمعت على شبكه الفرن، عندك الفرن بتاعك غاز، بترفعي الشبكه بتاعته وتخليها قريبه للنار اللي فوق، ده مهم جدا على فكره. ليه يا شيف شمعت السمك؟ عشان الزفارة وعشان السمكات تاخد طعم وتاخد لون. افتح يا سمسم، نطلع السمك. الله شفت الحلاوة دي كده بقى. هنعمل ايه بقى؟ شوف التركية دي بقى، بص على الحلاوة دي كده، بص على الشهاوة دي كده. بناخد شوية البهريز دول بينزل في قلب الايه كشنة، في قلب الخلطة، ده مهم جدا، بيطعم الخلطه كلها. ونحطها كده قدام عينينا. العود النعناع ده خليه في قلب بطن السمكه عشان ريحه الثوم. ونمسك نوزع الخليط ده كده، ولازم الطماطم تبقى حيه في قلب الخلطه. اللهم صل على النبي. ونوزع كده يا عم الشيف، بدايه من الراس بتاعت السمكه، ونحط الخلطه دي كده. اللهم صل على النبي. وناخد القرن الفلفل الحلو ده كده نحطه هنا، ونفس القصه هنا لعند راس السمكه، وناخد الخلطه دي نوزعها كده. وخلي لحم السمكه او ظهر السمكايه البوري بالذات تبقى باينه، لانها هتاخد لون كده وتاخد حمار. بعد بيحب يجود بقى يحط شويه جمبري، انت ركز في المضمون. الجمبري ده يعمله مع شوربه مع رز، يعني هي مش بهواه وبس، يعني ما مش كويس، انا ضد الموضوع ده خالص. يعني ممكن تشتري بقى شويه جمبري وتحطهم في قلب السمكه، خلي الجمبري بشخصيته، خلي البوري يا ست الكل بشخصيته، وخلي البولت بشخصيته، وخلي الهامور والوقار بشخصيته. واللي يحشي لك السمكه من جواها جمبري، جمبري مع شوربه ماشي، شويه ملوخيه وطشه الجمبري فيها ماشي، شويه فتت جمبري بالخل والثوم ماشي، شوربة جمبري بالكريمة ماشي. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف على فين بقى؟ لا لسه يا غالي، لسه هتخش النار، وربنا يكفينا شر النار. درجة حرارة الفرن عندي 100 لا ده دلعالي دي بقى، ما تزعلنيش دلعالي، بالله عليك ده دلعالي. شوف أنا بعمل إيه بس التركاية دي، أنا عايزك تجودي زي كده. إيه اللي بتحطه ده يا شيف؟ أقول لك، دي زبدة برضو اختياري. بحط على اللحميه بتاعت السمك كده، تقوم تطعم وتخلي لك السمكيه طريه وفيها جوسي كده وفيها طعم. شفت الجو ده كده؟ انت ما بتعمليش كده، طب جربي كده. انا عايزك تحكمي على الحاجه بعد التجربه، مش في مثل شعبي يقول لك اسال مجرب ولا تسالش طبيب؟ هو ده. جربي فص زبده صغير كده على لحم السمكه، على بطن السمكه، على ظهر السمكه. دخلها الفرن مخرجنا الجميل، العب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مدرسه مدرسه. هناخد دي كده، يلا اهي سخنه، خلي بالكم. لما بقول الصينيه سخنه وحطيتها في الفرن من قبل ما اطلع واعمل مقدمه البرنامج عشان تعرفوا حضراتكم التفاصيل، لازم يكون المعدن او الحاجه اللي بسوي فيها السمك فيها درجه حراره، دي مهمه جدا علشان ما تنشفش السمكه على الصينيه ما تسخن. نيجي ناكل السمكه يقول لك السمك ما فيهوش طعم، ما فيهوش ناشفه، عامله زي السفنجه، فكل حاجه تبقى سخنه. اضرب الحديد وهو سخن يا غالي، هندخل دي الفرن، بس المره دي بقى مش تتحط فوق، تتحط في النص. بالشكل ده كده.
اهو يا غالي اهو، ونشيل دي من هنا عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ السمكه بدلها بشخصيتها، بتتكلم مصري في قلب الفرن. خلونا ناخد فاصل ولا نكمل يا شباب؟ هنعمل مع بعض شوربه السمك بالشوفان، شوربه الهامور بالشوفان دي جديده. نطلع فاصل نسمع كلام إدارة الشغل ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف إزاي نعمل شوربة الصيادية بطريقة صحية. الشوفان نستخدمه بما إن هو غني بالألياف الفعالة والغير فعالة. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، نشوف مع بعض ازاي نعمل لحضراتكم شوربة السمك الهامور او فيليه الهامور او فيليه قشر بياض، فيليه بولتي، اي نوع من انواع الفيليهات ما يكونش فيه لا شوك ولا حسك. ما هو الحسك هو الشوك يا شيف. معانا سمك فيليه، معانا شوفان، معانا كرفس، معانا بصلة ناعمة، تومة ناعمة، وشوية حب ومكعب زبدة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة عشان لسه معانا شغل كتير. المقادير زي ما هي على الشاشه. سمك الفيليه قشر بياض، في منه اللي بيجي مجمد جاهز، وفي منه اللي بتشتريه طازه، وفي فيليه البلطي خير مزارعنا، واي نوع سمك فيليه، بس يفضل طبعا ما فيهوش شوك خالص، لان الشوربه دي بتدي الامان للي يشرب منها ان هي ما فيهاش لا شوك ولا حسك، والشوك هو الحسك كبير او صغير. اشربوا منها كبار السن، يشربوا منها الاطفال، نكونوا حريصين واخدين الامان في عمايلها. شوربة السمك بالذات غير شوربة السي فود، بنشوف الكابوريا بنحط الاحتياطات، رجل كابوريايه بتاع، فبناخد بالنا، انما لما تكون صيادية فيها سمك فيليه فعلى طول بنشرب، ولو جت شوكة في أي مشكلة أنا غير مسؤول. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي سريعا. حلة على النار شديدة الحرارة. حلو الكلام، معانا بصلاية ناعمة ومعلقة زيت زيتون. اللهم صل على النبي. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنحط البصلاية كده. تحميرة حلوة، اللهم صل على النبي. تقليبة حلوة، شفت الجو ده كده اهو، والبصلية بتحمر، بننزل بالتومة الحلوة، مكعب الزبدة المحترم، ونقلب كده تاخد لون البصلية، ومش لون قوي يعني علشان ما تبوظش الكريمة بتاعتي. بناخد السمك الفيلي، انا شايفه كبير شوية، باخده كده واخد الحتة على اتنين. خلي بالك يفضل عشان شخصية السمك تبان في قلب الشوربة، وحلوة كده لما ناخد شوية شوربة مع حتة سمكة من دي وناكلها بالشوكة. الله الله، هو ده هو ده، والعود الكرفس ده في قلبيها. ونقلب كده، ما نقعدش نقلب كتير عشان السمك ما يطيريش. معايا بوكيه جرنيه اهو، واشتغل كده. اللهم صل على النبي. صوتي جوع. شايفين البوكيه جرنيه؟ استخدمت مكسبات طعم بقى تغير لي طعم الشوربه، تقلبها على فراخ؟ لا. زي ما هي كده، خلصت الشوربه. نعم يا غالي. الشوفان لسه مش دلوقتي. الشوفان ده اتحط تقريبا في المرحله الاخيره من السوى. قلبها كده. الشوربه واخده طعم الكرفس، طعم الجزر. ونسيبها على النار عشان عندنا شغل تاني لسه. حلو الكلام؟ نغطيها عشان نعمل عملية احتباس للبخار والطعم، ونشوف ورانا ايه تاني. معانا النهارده نوع من انواع البطاطس وحقوق الطبع لدينا وبس. نعم عينيا، عايز تشوف السمك؟ انت ليك في الايه؟ في الحاجات التقيلة. صل على الحبيب وبص يا غالي. اللهم صل على النبي. ارفع يا عم الشيف وحطها على الشبكة من فوق شوية. يلا اهو، حاضر اهو اهو. هاي
لا ده قرن لهاليبه. ايوه حلو. واهم حاجه ان السمكه عامله زي المركب في قلب الصينيه يا شفيق. اهو اهو انا عارف بيعذبني شفيق. اهو عندي شغل تاني يا شفيق. اهو هندخلها الفرد كده. اهو حلو اهو تمام. تاخد الشكل كده وزي الفل. السمكه عندي مستوي كل حاجه. تعالوا مع بعض، عايز اعمل شويه بطاطس النهارده، ولاول مره نعمل بطاطس بوريه بالتونه. ليه؟ طب ما ناكل التونه سلطه، ما نعمل سلطه بطاطس بالتونه، ما نعمل التونه حاجه والبطاطس حاجه. في اطفال ما زالوا دلوقتي لغايه دلوقتي يقول لك ما باكلش السمك. اطفال تقول لك انا مش بحب السمك، مع اني بزعل والله. يعني لما الطفل او الشاب يقول لك انا مش باكل سمك ولا مش بحب السمك، وياكل الفراخ الكريسبي اللي مش عارفين اسمها ايه ديت، ده انا بزعل جدا. ليه بقى؟ فتعالوا مع بعض نعمل لهم نوع من انواع البطاطس هم متعودين عليه ومفطومين عليه، ومفيش واحد طفل ما اتفطمش على البطاطس البوريه، ونعملها له مع التونه، بس نخبي التونه في قلب البطاطس، ازاي؟ اكيد بالخبره الطهويه المغازيه هنشوف ناكلها لاطفالنا ازاي. والطبق ده بهديه لكبار السن والاطفال. كبار السن برضو ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، مع مشكله مع مضغ الاكل كلنا هنوصل للعمر ده مفيش مشكله، بنحترم هذه بنحترم هذا السن، ولكن عايزين ناكل حاجه فيها اوميجا 3، حاجه تدينا طاقه وتغذينا، بطاطس كربوهيدرات ونشويات، التونه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ازاي نخفي التونه جوه البطاطس البوريه؟ اكيد بالخبره المغازيه هنشوف نعملها ازاي. الشوربه بتغلى على النار، هنحطها هنا وناخد الطاسه دي ونخليها معانا كده. حلو الكلام، الله عليك يا شيف. البطاطس معانا اهي، سرقناها بالقشره دي اول حاجه، خلي بالك ده مهم جدا لما نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها علشان نحافظ على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها. انا ضد ان البطاطس تتسلق متقشره، خلي بالك هتفقدي جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها. انا خدتها زي ما هي كده في صينيه كبيره ونهرسها كده. شفت ازاي اهو؟ زي ما انت بتعملي الهراسه دي عند الراجل بتاع الادوات المنزليه بثلاث تعريف اهو، في منها اشكال والوان. حلو. وتتسلق جامد، يعني انا عايزها تبقى مسلوقه جامد. انا بحب البطاطس لما اجي اكلها بوريه ما الاقيش فيها كلكع كده وحاجات، مش لا تبقى بوريه بوريه. بس انا برضو هسيطر عليها، هنشوف ازاي. معايا زبده ومعايا كريمه لباني وحليب. شيل الشوربه من النار، اللهم صل على النبي. ونفس القصه هنا كده، لان السمكه طلعه بعد ما احط البطاطس على النار، عشان دي لازم تخش دلوقتي الحكايه بتاعتها مع الزبده والحليب. كل ما كانت البطاطس مسلوقه جامد كل ما تريحك في الهرس، وانت بتهرسيها بشوكه بقى على الراسه زي ما انت عايزها. حلو قوي. معايا طاسه على النار، بنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه حليب. الله، حليب مغلي. نحط على الحليب ده يا عم الشيف شويه زبده. الزبده برضو ده اختياري، كتري ما تكتريش دي بتاعتك. ونخلي الزبده تسيح وننزل بالبطاطس البوريه بسباتيولا ما فيهاش اي حاجه علشان ما تغيرليش طعمها. الله، الاطفال ياكلوا منها، كبار السن ياكلوا منها، والمضرب اشتغل فيها كده والسلة. حلو الكلام. شيل دول هنا كده لغاية دلوقتي زي الفل يا عم الشيف، ما عملتش حاجة جديدة، كلنا بنعملها كده. الجديد فين؟ اللي اتعودناه عليه منك. شوف البوري بيطلع معايا ازاي. لازم الحليب يكون سخن زي ما حضرتك شفتيه كده وانا بحطه في الطاسه. فين التونه؟ حالا، اصبر على رزقك.
بهاراتنا شوية ملح وشوية فلفل. يا راجل يا طيب، كمون ايه بس مع البطاطس يا راجل؟ ولا كمون ولا كزبرة يا ابن الناس؟ كمون يا كمون والكزبرة مع سمك انما مع بطاطس بوريه شوربة سي فود نو. لا ولا زيت زيتون. التونة بتاعتي انا عارف شاطرة والله، سمعتك وانت قاعدة بتقولي لولادك وجوزك وحماتك هيضرب التونة في الخلاط، ما بتتفرجي على الشيف المغازي اكيد خدت التركية منه. اهي التونة اهي، ركزي معايا. انا عارف انك شاطرة. دي التونة كريمة لباني، الله عليك. طب ده فيه كل العناصر الغذائية اللي ممكن نبحث عنها في جوجل. كريمة لباني يعني بروتين حيواني، تونة يعني أوميجا 3 كالسيوم معادن فوسفور نول الزهايمر. البطاطس طبعا كربوهيدرات ونشويات، الحليب يعني كالسيوم. خلص الكلام، هناخد الخليط ده كده. اخبار البطاطس ايه؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ شوف التركيه اللي جايه دي بقى، شوف الحلاوه اللي جايه دي بقى. صلى على الحبيب. شويه البهريز اللي لينا دول، كرفس على جزر على حاجات حلويات على شويه حب. الله عليك الله عليك وعلى والديك. مدرسه مدرسة يا مغازي. حلوة تمام. ننزل بالحلاوة دي، ننزل بالحلاوة دي. هتصيص منك يا مغازي، انت بتهزر بقى. دي قالب بقى مطبخ اللي بتقوله ده. هناخد كل اللي موجود هنا ده كده. انت عارف ان البطاطس فيها نشويات وكربوهيدرات، مهما تاخد من سوائل بتديك قوام سبحان الله، زي ما بتحط النشا كده على اي شوربة. فين بقى التونه هنا؟ اوعي تقولي لاولادك في تونه. حماتك مش بتحب السمك ولا بتحب التونه، ما تقوليلهاش. غذيها كده من غير ما تحس، هتاخد ثواب من ربنا، خلي بالك. لان ربنا بيعامل بالنيات. حلوه قوي. عايز اطلع السمك بصراحه علشان ايه؟ اعمل ايه يا فندم؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ تتحدث عن نفسها، تعني مليون كلمة. اللهم صل على النبي. نطلعها من الفرن. ابن حلال قال لي يا شيف السمك في الفرن. طبعا هو بيرسم على واحدة بوري. بيرسم على واحدة ايه؟ بوري. شوف الشيف هيعمل ايه؟ شوف انا رايح فين بالله عليك؟ شوف انا رايح فين بالله عليك؟ بالله عليك انا رايح فين؟ على الشوربة. يا ويلي، يا سلام لو عندك شوية رز يا حاجة. يا امي لو عندك شويه رز صياديه وتاخدي البهريز ده تطعمي بيه الرز، هتدعي لي. خلينا هنا كده، مخرجنا عايز يغازلها. نشوف البوريه وصل لفين. يا طيب يا طيب القلب يا طيب. تونه فين؟ الله الله، فين يا فندم؟ وريني التونه كده بالله، وريت لي التونه بجد بجد. ده انا حطيت كريمه لباني علشان اظهر البياض والشفافيه والحلاوه. كريمه لباني مع حليب في البدايه خالص. توابلها ملح وفلفل. خلصت البطاطس. الامانه يعني الامانه، احط سنه زعتر صغيره، بس مش احط زعتر كده كانه بحطه على اكله. شوف الزعتر بقى لما يتحط باحترافيه يتحط ازاي. الزعتر لما يتحط باحترافيه يتحط ازاي. هي دي هي دي هي دي هي دي ناعم. ونقلبه برضو بسباتيولا ما فيهاش اي حاجه. مش عايز انا اغير الطعم بتاع البطاطا مع التونه. خلص الكلام. نعم والله اختياري، انت ابن حلال برضو يعني من خبرتك الطويله وبتتابع الشيف المغازي
وليك سنين مع الشيف المغازي، ممكن نحط جبنه يا شيف. اه بس هتاخدك مدرسه تانية، انا مش عايزين نطلع مدرسه البطاطس البوريه اللي احنا متعودين واطفالنا متعودين عليها، ده المقصود. انما هتحط جبنه هتاخدنا مدرسه بقى الايه الحاجات التانية اللي هي مثلا ايه الريزوتو. تستاهل هنا البطاطا، هنا تستاهل المكان ده. الله، يلا العب. شوف الحلاوه اللي نازله دي كده، دي لما تبرد حكايه. دي اهداء مني طبعا لكبار السن اللي هم تاج على رؤوسنا، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. فيها فيتامين سي، فيها اوميجا 3، فيها كل حاجه. التونه، التونه طبعا مش محتاجه ان احنا نتكلم عنها، سمكه التونه وسمكه السلمون وسمكه السردين وسمكه المكاريل، دي كلها اسماك غنيه جدا. عائله اوميجا 3، انا مسميها عائله اوميجا 3، وبهديها كمان للاطفال الحلوين الصغيرين اللي مستقبلنا متعلق بين ايديكم يا اطفالنا. لازم تركزوا وتجتهدوا، اوميجا 3 بتساعد على التركيز والاجتهاد، مش بتخليك تنسى دروسك يا شطور، وهكذا. حلو الكلام. هنعمل ايه تاني؟ عود نعناع حلو، وهنغرف الشوربه ونجري بعد كده. يعني 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 طبعا عملت طبق البرزنتيشن مهم على فكره، ممكن تكون عامله طبق بألوفات من التكلفه الماليه، بس مفيش خبره طهويه في الجرنش او البرزنتيشن. الطبق ده يستاهل حاجه خضراء. السمك ده عايز سلايز ليمون. الشوربه دي هننزل عليها بالشوفان ونرفعها بالنار، وخلص الكلام. يعني ادي كمان شويه بقدونس حلوين. لا مش عاجبني البقدونس ده، ده ما يتحطش جرنش خالص بقى، ده يتحط في طبخه. حلو الكلام. انا عايزك زي الشيف المغازي كده كلمي نفسك وانت في المطبخ، هتخرجي من مشاكلك، هتنسى اي مشاكل بتواجهك. ناخد البقدونس ده كده، شوف هيتفرم ازاي بقى. شعره عشان ما نغيرش شكل البطاطس. شفت شايفه التفاصيل بتاعه البقدونس بيتفرم ازاي؟ شعر. شفت بتحطها بتنزل لوحدها. ايه هو ده؟ شفت انا لو كنت حطيت اللي معايا ده كان حد هيقول لا، بس انا ضميري ويقيني هو اللي بيشغلني. حلو الكلام. هنشيل دي من هنا، تعال نغرف السمك بتاعنا. انت خلصنا؟ عايزين تقولوا نجري يعني ولا ايه؟ حاضر يا فندم. عايزين يقولوا له وقتك خلص يا شيف. بس بالله عليك يعني حد يشوف السمك ده ويجري؟ دي تتحط هنا كده. خافش، خليك مع الله، خليك تحت سقف ربنا. تعالي يا حلوة، شيل دي من هنا الورقة عشان ما تجيش في ايد الأولاد، وناخد دي للسمكة، ظهر السمكة دي يتحط هنا كده. اللهم صل على النبي. فاضل معايا واحدة بسلكها كده. يا نعم، عينيا. نشيل دي كده. الله عليك. طبعا ورقة الزبدة أنا حاطط الاحتياطات عشان ورقة الزبدة بتحميل السمكة بتاعتي من الفويل. أهو نفس القصة، نشيل ورقة الزبدة دي من هنا. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ والسمكة براسها، يعني الشطارة في انك انت تعرفي السمكة من الديل والراس بتاعها، هل هي بوري؟ هل هي قاروص؟ هل هي هامور؟ الله، التفاصيل دي مهمة جدا. نروق الترابيزة بتاعتنا بقى، ونحط دي كده عشان مخرجنا عايز يشوفها يغازلها. والمناديل كده ونمسح كل ده. الله اكبر. معايا الشوربه، اغرفها حالا دلوقتي. استفز الستلس بتاعنا بالشكل ده كده،
عايز الصراحه السنجاري كمان يفضل انك انت تقدميه في نفس الصينيه اللي انت بتعملي فيها. خلي بالك يعني يفضل عندك صينيه بشكل مستطيل بتاخدي السمك ده ترصيه في قلب الصينيه وتقدميه في نفس الصينيه زي ما بتعملي صينيه سمك بالبطاطس كده في نفسها وانت تعرفي الايه الاكل يبقى باين طبعا بشكله طبيعي طبعا. احنا بناكل السنجاري بناكل اللحم بتاعه مع الخضار. السمك جاهز معايا سلايز من الليمون هنقرنش بيه الطبق بتاعنا. اهم حاجه ان لحم السمك نضرب فيه الشوكه نلاقي بياضه ديل السمكه بشخصيته كل ده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم معانا ليمون زي ده كده بناخده بالسكينه كده. ده مهم جدا على فكره دايما في المطاعم بنروح بنلاقي الليمون يتصدر البرزنتيشن او الشكل بتاع الطبق منه نعصر منه ومنه يبقى بشكله حلو طبعا وخاصة الليمون الطليان الكبير ده كده قطع بالشكل ده كده طبق بيستاهل ان انا اهتم بيه. شفت بقى الطبق خد شخصية ازاي اهو نفس الموضوع. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر سلايز ليمون جارنش وفي نفس الوقت كمان يا عم الشيف اقدر ان انا استخدمه مع الاكل بتاعي اهو. الف هنا وشفا للي ياكل. الشوربه بتاعتي اخبارها ايه؟ على النار. شوف الحلاوه دي بقى وصلي على الحبيب قلبك يطيب. مهم جدا نشوف السمك اخباره ايه؟ بشخصيته. شايف القوام؟ مش هحط بقى نشا ولا دي خالص. ثم شويه الشوفان. الشوفان كده كده مش محتاج يغلى على النار اهو. مدرسة الشوفان بتقول حليب مغلي ماء مغلي نحط عليه الشوفان ونسيبه دقائق معدودة اهو اهو. ما نكترش كتير لان هيشرب لك الشوربة كلها. هتبقي بتاكلي شوفان وانا مش عايز الجو ده خلي بالك. اهم حاجة شوية الشوربة اللي انا عملتهم في البداية اللي هو البوكيه جرنيه وما تقلبهاش كتير اهو. خالص زي ما هو كده يا استاذة رحاب زي ما هو. هو الشوفان كده كده اول ما بيشم الشوربة دي بيبدا يوري شخصيته بقى يفرز بقى الايه الالياف الفعاله والغير فعاله بتاعته اهو. هنحط ده جنبه كده زي الفل ناخدها عشان احنا مستعجلين ناخدها غلوه انما لو مش مستعجلين بنسيبها في قلب الشوربه وخلاص. اللي عايز يشرب شوربه بالشوفان لما بنغلي الشوفان كتير على النار بتقلب لمهلبيه فانا عايز حبوب الشوفان تبقى طريه وفي نفس الوقت بشخصيتها. النظافه مهمه مطبخك يبقى رايق لأن أكلة السمك بتحب شوية غلبة والجرنش ده مطلوب. إيه عدل الشوربة دي يا عم الشيف؟ عدلها شوية برضو رز أبيض. يعني أنا بتكلم بقى على إيه؟ إحنا بنعمل أكلة السمك هل لازم يا مغازي نعمل السمك ده كله ونعمل الحفلة اللي أنت عاملها دي؟ سيبك من الكلام وسيبك من المعلومات. لا يا ست الكل الموضوع أبسط من كده. السمك السنجاري اللي أنا عامله ده عايز شوية رز أبيض أو رز صيادية واحنا شطار في عمايل. شايف الشوربه على الشاشه بتتكلم عن نفسها شوربه فوسفوريه بالسمك الهامور. عندنا البطاطا اللي انا عملتها والبطاطس اللي انا عملتها دي حدوته وحكايه لوحديها. طبعا شايف البقدونس عليها منور ازاي بالخضار بالجمال دي مهمه جدا فيها كل كريمه لباني يعني بروتين حيواني اوميجا 3 في التونه البطاطس كربوهيدرات ونشويات الزبده اللي نزلتها مع الحليب بقى كالسيوم ومعادن. يعني اللي ياخد معلقتين من دولت كده بألف انا وشفا مع شريحه من التوست المقرمشه او المتحمصه. ده انا بتكلم على ايه تفاصيل السفره اللي احنا هنقدم السفره دي ازاي. ده مهم جدا على فكره يعني دي بقت وجبه عشاء او وجبه غدا لكبار السن. شريحه توست سمراء بالدقيق الاسمر او توست ابيض عادي حسب الرغبه مع معلقتين من البطاطس دي هتدعي لي. خلي بالك الشوربه نغرفها هنا خلاص. يلا يا برنس اهو تمام. انا بقى عاجبني الشوربه قوي تمام كده يا شباب زي الفل. لا مش ههرس السمك خالص انا عايزه بشخصيته كده اه. كل اللي انا هعمله هنا بحط شويه كرفس في التقديم. كرفس ده يتحط في التقديم عشان نشم ريحه الكرفس اهو اه. بص الكرفس نازل ازاي اه هو ده اه اه اه. ونقلب تقليبه ونرفعها خلاص. الف هنا وشفا اهي
الله، شفت نازل في الطبق ازاي؟ هو ده هو ده، والشوفان نازل بشخصيته ازاي؟ استطعم الشوربه اللي هو المرق بتاع السمك، استطعم الشوفان، استطعم السمك الهامور، الجزله نازله بجزلتها مش مهريه مش مهروسه. ناخد واحده في الطبق كده مع معلتين رز ابيض، الف هنا وشفا. عينيا. وعجبني اول قرن الفلفل الاحمر النازل ده، عجب مخرجنا، هو مخرجنا يحب الصوره والتفاصيل، اما الطعم بقى وجوه التفاصيل التفاصيل مع المغازي. شفت الشوربه نازله ازاي؟ شوف الشوفان يا استاذ، الشوفان شوف ازاي نازل، هرباض مش هيقدر يقاوم مع السمك. عينيا. يلا خدت وقتك وزياده يا شيف، خليها سمك النهارده ولكن بتفاصيل صغيره بتكلفه قليله. الخبره الطهويه هنا لا تقدر لا بالمال ولا باي حاجه في الدنيا. ليه؟ حبك لمطبخك ومفاتيح السعاده الزوجيه ما بتتجابش من السوبر ماركت، بتتجاب من القلب، من اليقين والقناعه اللي جوايا ان انا اعمل حاجه حلوه لاولادي واسرتي. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.